أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت في حكم القنوت في النوازل، من جهة ما هي النوازل التي يقنت بها، وهل يشترط استئذان ولي الأمر في ذلك، بمعنى هل يفتقر في القنوت إلى إذن ولي الأمر، وما هو فقه القنوت من حيث الدعاء الذي يدعى به وما لا يدعى به؟ النوازل هي الحوادث التي تحدث للمسلمين، إما عدو يحاصرهم أو شدة من الشدائد أو أمراض وبائية غير الطاعون، الطاعون لا يقنت من أجله لأنه حدث في عصر الصحابة ولم يقنتوا، لكن غير الطاعون من الأوبئة الفتاكة أو العدو الذي يداهم البلد أو العدو الذي يضر المسلمين، حينئذ يشرع القنوت، ولكن لا بد أن يكون بفتوى، لا بد أن يكون القنوت بفتوى من الجهة المختصة المسؤولة عن الإفتاء، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت، فيوكل هذا إلى أهل الإفتاء الموكل إليهم الفتوى، وولي الأمر يعممها، أو الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية تعمم الفتوى على المساجد. وصفة الدعاء أن يدعو للمسلمين بالفرج، أو إذا كان من عدو ويدعو على العدو، يدعو للمسلمين ويدعو على العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو للمستضعفين بمكة، وقنت أيضا يدعو على الكفار ويلعنهم بعدما رفع رأسه من الركوع الركعة الأخيرة من صلاة الفجر. وأما أن الإنسان يدعو بنفسه في صلاته بالليل أو في وتره أو غير ذلك، الإنسان ما هو ممنوع من الدعاء، يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لإخوانه المسلمين في صلاته وفي خارج صلاته، الدعاء ليس ممنوعا، إنما الكلام على القنوت الذي يكون في صلاة الفجر أو غيرها من الفرائض، هذا لا بد أن يكون بفتوى من أهل العلم، لأنهم هم اللي يعرفون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت، هذه المسألة فوضى. نعم. أحسن الله إليكم. وتابع لهذا السؤال، يشير بعض طلاب العلم إلى الخلاف اللي يذكره الفقهاء في القنوت، هل هو خاص بالإمام أو بنائبه أو بإمام الجماعة أو بكل مصلي؟ والسؤال، هل حكم الحاكم وحكم ولي الأمر يرفع الخلاف في مثل هذه المباحث؟ هذا أجبنا عليه وقلنا إن ما هو من حق كل إمام أنه يقنت إلا بفتوى من أهل العلم وتعميم من قبل ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، وإلا تلزم الفوضى ويحصل الفوضى، وكل من زعل على أحد صار يدعو عليه بصلاة الفجر ويحمل الناس أنهم يدعون عليه، لا، ما يصلح هذا، الأمور ما هي فوضى، يرجع فيه إلى أهل العلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا بد، الأمور لها ضوابط، لها مراجع. وأما قضية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذا ما هو بس في القنوت، هذا في المسائل الخلافية كلها، إذا كانت المسألة فيها خلاف وحكم القاضي برأي من الآراء فإنه يلزم تنفيذ القضاء، إلا إذا كان مخالفا للدليل، إذا كان القول الذي حكم به مخالفا للدليل الصحيح فهذا لا يجوز تنفيذه، يجب نقضه، لا يجوز تنفيذ القضاء المخالف للدليل الصحيح. أما إذا كان الأمر محتملا، المسألة فيها خلاف ولم يترجح أحد الرأيين بدليل صحيح،
وحكم الحاكم بأحد القولين فإنه يلزم العمل به، يلزم العمل به، هذا معنى قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم.